السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. كل ميسر لما خلق له، يقول صلى الله عليه وسلم. وعموما بعض الناس ميسر له أن يكون من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل الإصلاح، من أهل الفضائل والشمائل والشيم والمكارم. ومن الناس من هو مهيأ لأخس الطباع ولأسفل الأعمال ولأسوأ السلوكيات والتصرفات في هذه الحياة. سبحان الله، إنما هي أرزاق، أرزاق مقسمة، ومع ذلك الخيار لدى الإنسان. وهديناه النجدين، لديه عقل، يستطيع الإنسان أن يقرر أي مسار يسلك في حياته. عليك أن تنظر لنفسك، هل أنت في المسار الأول أو في المسار الثاني؟ هناك أناس يصنعون النجاح، يصنعون المحبة، يصنعون السلام، وهناك أناس يصنعون الفرقة، يذيعون الفحش، يعملون على القذى والأذى ويتنعمون فيه. عليك أن تختار لنفسك. لكل منا تاريخ، سيرة ستكتب، فانظر ماذا ستكتب في سيرتك، وهل ستفخر بما يكتب في سجلك، ليس فقط في سجل الآخرة عندما يحاسب الإنسان، وإنما في سجل الحياة، في سجل الذكريات، في سجل تاريخ المجتمع الذي أنت تعيش فيه. أين ستصنف؟ أين ستوضع؟ وتذكر بأن النية كما يقال مطية. النية الصالحة، أصحاب النوايا الحسنة الصادقة، يحبهم الآخرين. ولذلك علينا أن نتنبه لنقطة قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لذلك نجد أناس تنشرح لهم القلوب، وأناس تنقبض منهم القلوب، أناس ترى النور في وجوههم، في عباراتهم، في حياتهم، وأناس ترى الظلمة في وجوههم، والبؤس في حياتهم، والشر في تعاملاتهم. السلام عليكم. مرحبا، اضغط على زر الاشتراك وفعل جرس التنبيه إذا كنت ترغب في الحصول على كل جديد من قناة فيصل تيوب.